بعد 4 أب تحت أثر الصدمة سمعنا تصريحات من مسؤولين جربوا يعملوا حالهم عم بيكتشفوا خيوط جريمة المرفق معنا. يبدو انه في مخزن مواد متفجرة موجود في مخزن مواد متفجرة مصادر بالمرفق. عضو المعلومات اللي صرنا نعرفها اليوم مهم نراجع على تصريحاتهم، لأنه معقول تكون القصة الكاملة لانفجار بيروت مخبية بالثغرات يلي بها التصريحات. عباس إبراهيم طلع أول تصريح أمني بعد الانفجار، كان قايل مدير عام الجمارك بدري ظاهر أنه عنبر كيماويات انفجر بمرفق بيروت، وأكد المعلومة إبراهيم. يبدو أنه حصل انفجار داخل المخزن. حكي كأنه وصلت له المعلومات قبل بلحظات. بيعلمين هالمخزن مين أنا بتحفظ. ما قال أنه ما بيعرف، قال بيتحفظ، لكن بيعرف شيء. صرنا نعرف اليوم أنه كان باعت رسائل أمنية عن النيترات من 2014. إمتى وصل المخزن؟ من سنوات موجود؟ من سنوات موجود؟ يبدو هيك، يبدو هيك، صح. شو المادة يعني شو فحوى المخزن؟ أنا مني خبير متفجرات، أنا بقول لك شو المعلومات الموجودة عنكم؟ هالقد عنه؟ واضح أنه كان عنده أكثر من هالقد. بعد ساعات صرح أنه يلي انفجر هو 2700 طن نيترات أمونيوم. هلا عباس إبراهيم عنده ارتباط تاني بهالقضية، شارك بال 2014 بالمفاوضات لتحرير رهبات معلولة بسوريا. ما بننسى الوسيط الكبير لأنه عمل عمل خير كتير، اللواء عباس إبراهيم، مع رجل أعمال مقرب من بشار الأسد اسمه جورج حصواني، يلي منعرف أنه ارتبط اسمه بشركة سافارو يلي شاري نيترات الأمونيوم يلي وصل عروزوس. اللي اسمه جورج حصواني قدم لنا البناية بكاملة. نعرف أنه تحرروا الرهبات بأدار 2014، وإبراهيم قال أنه بلش التفاوض قبل ب4 أشهر. هذا الموضوع قلنا نحن منذ 4 أشهر نعمل بصمت، يعني كان على تواصل بحصواني وقت المفاوضات بتشرين الثاني 2013، نفس الشهر يلي فاتت فيها روزوس على لبنان. في تضارب عن أسباب دخول الباخرة من قبل المحاميين اللي كانوا متوكلين عن طاقم روزوس. أول معلومات عن روزوس بينت بمقال من 2015 انتشر دغري بعد الانفجار، كاتبينه محامين بارودة يلي كانوا عم بيحلوا قضية طاقم الباخرة بوقتها. بيقول المقال انه روزوس اضطر يترسي بمرفق بيروت بال 2013 بسبب اعطال. بس بخمسة اب 2020 نهار بعد الانفجار طلعوا بارودة بيان مع تفاصيل مختلفة، قالوا انه روزوس فاتت لتحميل بضاعة من مرفق بيروت للأردن، وبعدين منكتشف انه الشركة يلي طلبت من الباخرة تغير طريقة وتجي على لبنان طلعت سبكترم يلي قريبة من الاطراف يلي اشترت النيترات. بيصير في شكوك فعلية ساعتها إذا كانت الشحنة رايحة عن جد على الموزامبيك، لأنه أطراف رسمية بمرفق بيرا بالموزامبيك قالت ما كانت عارفة إنه روزوس جاي لعنده، وFEM شركة المتفجرات يلي على أساس بتملك الشحنة قالت إنه هي مش دافعة حقه. على الورق والقلم النيترات اشترته شركة سافارو يلي لعبت دور الوسيط بين المصنع بجورجيا يوستافي أزوت والموزامبيك. هلأ صرنا نعرف إنه سافارو شركة وهمية، وزادت الأدلة يلي بتربط مالك الشحنة المجهول بشبكة عالمية بتهرب فيول وسلاح لنظام الأسد، من بينهم حصواني ومدلل خوري يلي متهم بمحاولة إدخال نيترات أمونيوم على سوريا بال 2013. والنتوات معروف مين جابها وكيف إجت وكيف دخلت على البلد وكم سنة سولة مخزنة هونيك. بس نصر الله ما كان عم يحكي عن حصواني وشبكة النظام، ورجع محمد رعد وضح رأي الحزب. أنا اللي جابوها ما توفقوا فيها لأنه كانوا قد يعتدوا فيها على الناس ولو في سوريا. طريقهم إلى سوريا قطعت من معركة القصير وسكرت الطريق، صار اللي بده يسرق شوي من هالمواد سرق، واللي بده يهرب شوي هرب، وبقي بقية مواد موجودة. هو عم يلمح أنه اللي اشترى النيترات هي فصائل المعارضة بسوريا. القصير منطقة استراتيجية لنقل السلاح وكانت بإيد المعارضة. هو بيقول إجا النيترات سقطت القصير فعلقت النيترات، بس القصير سقطت من المعارضة بحزيران 2013، يعني قبل ما ينشر النيترات بتموز، وقبل ما يوصل بتشرين. فروايته بتنقلب ضده، خصوصا من بعد ما صرنا نعرف اليوم بالأدلة انه الناس يلي ارتبط اسمهم بشحنة نيترات الأمونيوم هن أصدقاء الأسد مش المعارضة. إبراهيم تحفظ، والمحامين غيروا الرواية، والموزامبيك تبرت، وسافارو سكتت، والحزب لمح لعلاقة النيترات بسوريا بس حكى عن المعارضة السورية وما جاب سيرة نظام الأسد. شو القصة الكاملة لانفجار المرفق؟ تحقيق في جوابنا، بس كل التناقضات بتصريحاتهم بتدل عن ليش عم بيعلق له التحقيق.